والنبي يا اخ شوف لي كده صلاح سعيد نجح. ايوه نجح وجاب جيد كمان. متاكد؟ ايوه نجح. رد بقى، ده انا عايزه افرحك. هو ما ترد. ايه صلاح؟ ايه صلاح، ما انت معاك المفتاح يا حبيبي. معايا المفتاح بس مفيش مزاج افتح، لازم كل البيت يصحى. انا نجحت يا امه، نجحت يا ام صلاح. نجحت يا اخويا. الف بركه، الف بركه يا حبيبي، الف بركه. صلاح بيه يا بنت، يعني تقف انتباه وتديني تحيه من النار. تمام يا حضره الظابط. يا ما انت كريم يا رب، الله التصبر خير يا رب. تقدير جاي مش زي ناس. قصدك ايه يعني؟ كل ده عشان جايبه التقدير الشعبي؟ انا النهارده ملك ايديكم، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. اكل، شرب، لبس، مصيف، اطلبوا. ان شاء الله يخليك لينا يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزك بقى تفكر في الجواز عشان تبقى الفرحه فرحتين. ان شاء الله يا ام، بس لما ابقى نقي بتعيلي انت. ربنا يخليك ليا يا رب. قولوا لي بقى عايزين ايه قبل ما ارجع في كلامي. انا عايزه 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ماشي، النهارده تكون عندي. وانت يا حبيبي؟ وانا يا حبيبي عايزه اشوفك كده لابس البدله الميري علشان املى عيني منك يا ضناي. ان شاء الله يا ام. الو. ايوه صفاء. ايوه يا منى، ازيك؟ صلاح نجح. اه عرفنا ان هو نجح، لسه مبلغنا حالا. اه هو لسه جاي. وبعدين يعني مش هنقضيها تليفونات كده، خلينا نشوف بعض. ايه ده، معقوله النهارده؟ يا اختي مش معقول. ليه؟ مش هبقى مرات اخوكي يعني؟ سلام لحضره الظابط. مع السلامه، باي باي. قول يا استاذ، قبلت زواجك بنفسي ولنفسي. يا استاذ قبلت زواجك بنفسي ولنفسي. قبلت زواجك بنفسي وبنفسي. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسوله. وسنة رسوله. وعلى مذهب الإمام. وعلى مذهب الإمام. أبو حنيفة النعمان. أبو حنيفة النعمان. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. آجله. آجله. وعاجله. وعاجله. قل يا أستاذة أنا قبلت. وأنا قبلت. مبروك. قول يا أستاذ أنا قبلت. أنا قبلت. مبروك. اللهم بارك لكما وبارك عليكما وجمع بينكما ورزقكم بالذرية الصالحة. آمين. مبروك يا حاج. الله يبارك فيكم. سعادة الرئيس، موكلتي تمتلك الدليل القاطع بأن من حقها كفالة اليتيم ميت. فين هو الدليل القاطع يا ست ليلى؟ ما اقدرش اقدمه الا في وجود مي، في ظروف تمنعه. تؤجل الجلسه لحين حضور المدعيه والطفله بشخصهما. لجلسه كام يا ريس؟ 5-5. شكرا. رفعت الجلسه. عملت ايه يا طارق؟ عملت ايه يا لعنه؟ يا ليه؟ كده يا ليلى؟ دبستيني قدام القاضي واحرجتني وقلت لي في دليل قاطع؟ لو عندك دليل بجد قولي لي عليه يا ليلى. مش هقول الا لما اشوف مي قدامي يا طارق. يا ليلى الدليل ده ممكن يبقى ضدك، قولي لي عليه احسن. لا انا متاكده وبكره تعرف. صفاء. صفاء. الله، شكلي حلو في البدله؟ طبعا زي القمر، احلى ظابط في الدنيا. الله يخليكي. ايه ده، طب هتقلعها ليه؟ ما ينفعش البسها دلوقتي، هلبسها ساعه التخرج. طبعا انا معزومه. اول واحده انت وماما طبعا. انت مش هتعزم حد تاني؟ طبعا هعزم كل اصحابي في الاسم، كلهم جايين. لا انا مش قصدي اصحابك في الاسم. خد علقه دي جوه. حاضر. انا مش قصدي اصحابك في الاسم. امال مين؟ يعني حد يهمك. زي مين يعني؟ قولي لي اكون ناسي حد. هي واحده. واحده؟ اه خالتي هدى هعزمها طبعا. لا خالتك هدى ايه؟ انا بتكلم عن منى. منى مين؟ منى خطيبتك يا صلاح اللي انت مخبي علينا. ايه صلاح مالك في ايه؟ انا كنت فاكراك هتفرح. انت تعرفيها منين وقابلتها فين؟ ولا حاجه، هي كلمتني في التليفون وانا نزلت قابلتها. وانا طردور في البيت؟ تخرجي من غير اذني؟ تروحي تقابلي واحده ثوابت من غير ما تقولي لي؟ ثوابت دي بتقول انها خطيبتك. كدابه، دي بنت ربط. انا كنت تصعب عليا يعني بعطف عليها؟ دي بنت تاجر المخدرات اللي انا موتته.
نهار اسود، طب انا اعرف منين؟ عشان حمارة وغبية، عشان لما واحدة تكلمك المفروض تيجي تتصل بيها وتقولي لي ايه اللي حصل. انا اخطب واحدة زي دي؟ ما شفتيش منظرها؟ لبسها؟ انا شايفاها كويسة قوي. وانا بقى هوريها وهوريك انت كمان. ولما تيجي امك عايزة اعرف ازاي انت خرجتي من غير اذني.